وبالفعل هي مباراة كتعرف أهمية كبيرة بالنسبة للرجاويين ولا للوداديين، فالكل كيعرف مباراة الديربي والأجواء اللي كتقام في هذه المباراة أجواء رائعة، أي لاعب كيتمنى ياخذ هذا الديربي. حنا إن شاء الله مركزين بما فيه الكفاية كجميع المباريات باش نحققوا انتصار إن شاء الله، لأن البطولة واخا المغرب تطوانين فرد بالصدارة لكن كل شيء باقي ممكن، فكرة القدم ما فيهاش المستحيل، فالحمد لله حنا مركزين بما فيه الكفاية حتى لآخر مباراة إن شاء الله باش نحققوا المبتغى إن شاء الله، ولما لا الفوز بالبطولة. باقي مأمنين بالحظوظ ديالنا حتى لآخر مباراة، ما علينا الا نركزوا، وهاد المباراه كنتمنى ان شاء الله تكون هي المنعرج ان شاء الله في البطوله الوطنيه ان شاء الله.